مشاهدي ان تي ان وقناتنا لايف، صباح الخير على حضراتكم، يوم جديد وان شاء الله يكون نهاركم سعيد ومتابعين كالعاده كل الاخبار السياسيه معظمها وكمان الاجتماعيه والثقافيه. اكيد هيكون معانا النهارده دينا ومي. صباح الخير يا دينا. صباح الخير يا مي. صباح الخير يا شريف. صباح الخير يا شريف. صباح الخير يا مي. مره ثانيه بصبح لكل الساده المشاهدين، ويوم جديد ونهارك سعيد. النهارده يمكن عندنا فقرات كتيره جدا بس معظمها تكون حملات اوكي وحملات توعيه، بس خليني اقول بس ان احنا عندنا حمله اوعى للتوعيه ضد الادمان والمخدرات، وهيكون معانا استاذ خالد عبد العزيز رئيس المجلس القومي للشباب. مساء الخير مره ثانيه على كل بيتابعونا. من ضمن الحملات اللي هتكون معانا النهارده برضو هي حمله توعيه الى حد ما. معانا دكتور منى مينا عضو مجلس نقابه الاطباء، المتحدث باسم حركه اطباء بلا حدود، وهتتكلم على بنود الدستور الخاصه بالصحه اللي احنا تقريبا نسيناها تماما مع انه كان مطلب رئيسي قبل وبعد الثوره. فعايزين نعرف الصحه المفروض يبقى دورها ايه في الفتره الجايه، هنتعامل معاها ازاي في الدستور، هنتعامل معاها ازاي في البرلمان. من ضمن الفئات اللي محتاجه دايما 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 الدعم واكيد بتعاني من مشاكل كثيره زي بقيه الفئات اللي في المجتمع هي متحدي الاعاقه او ذوي الاحتياجات الخاصه، وعشان كده النهارده برضو من ضمن الحملات او من ضمن المؤسسات اللي بتساعد وبتدعم هذا الموضوع النهارده معانا ضيفتنا الاستاذه ايفون الزعفراني، وهي صاحبه مؤسسه معاقين ضد التهميش، وهي هتتكلم معانا عن المؤسسه ديت وبتطالب بايه وايه الانجازات اللي هي عملتها خلال الفتره اللي فاتت وايه اللي متوقع منها وازاي احنا كجمهور ممكن نساعدها في هذه المؤسسه اللي اكيد اهدافها نبيله جدا. تصدق انا قعدت افكر كده ان احنا كمان احنا كمواطنين او احنا كمان كناس موجودين مع متحدي الاعاقه، يعني احنا كمان متهيألي ما عندناش ثقافه ازاي نتعامل معاهم. لا. يعني متهيألي احنا كمان لازم نذاكر. بالظبط. يعني كمان توعيه. يعني احنا بالزبط. كمان متهيألي دي حاجه مهمه بالنسبه لنا. وكمان عندنا فقره عن رئيس حركه محامون بلا قيود وسكرتير لجنه الحريات بنقابه المحامين استاذ مجدي عبد العليم عبد الحليم انا اسفه، والموضوع هيكون طبعا عن الشغل الشاغل لمصر وهي لجنه تاسيس الدستور ودستور مصر رايح على فين، وقضايا الطعن على صحه اختيار اللجنه التاسيسيه للدستور من قبل البرلمان. هنعرف وصلوا لايه، هل صوتهم مسموع ولا لا. يعني هو لحد دلوقتي ما وصلوش لحاجه. احب اطمن الناس ان ما فيش اي كان رد فعل تماما على كل سلسله الانسحابات اللي حصلت من البرلمان، فالله اعلم ايه اللي هيحصل، لكن لحد النهارده اعتقد ما فيش اي تغيير. صح. لازم طيب لازم أيوة. نمضي في طريقنا. طيب كل ده هيكون معانا، ولكن طبعا بنبدا اليوم كالعاده مع الصحافه، والنهارده هيكون معانا منورنا الاستاذه الصحفيه متميزه جدا جدا الاستاذه امال عويضه. خليكم معانا، هيكون مع دينا صح؟ بعد الفاصل.